السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايب الحلوين وأولاد وبنات الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله معانا نص جديد اسمه دع الأيام تفعل ما تشاء. النهاردة النص معانا اسمه دع الأيام تفعل ما تشاء. احنا عارفين ومتعودين دايما بعد ما بأكد على العنوان، أيوة قائل النص. من قائل هذا النص يا ولاد؟ ها، تعريف الشاعر هو أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. الشافعي يا ولاد مشهور بالإمام الشافعي، عبد الله محمد بن إدريس الشافعي هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ثالث إمام أو ثالث الأئمة الأربعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي. انا عندي المذهب الحنفي والمالكي تمام والشافعي، انا عندي النهارده اهو ده ثالث الائمه الاربعه. مؤسس علم اصول الفقه، هو اللي اسس علم اصول الفقه، هو اساس علم اصول الفقه هو اللي كتبه، وهو ايضا امام في علم التفسير وعلم الحديث. هو اكثر العلماء، ها أكثر العلماء من الثناء عليه، يعني مدحوا كثير من العلماء، حتى قال فيه الإمام أحمد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، زي ما يكون هو اللي بينور لنا الدنيا وهو العافية لأي مريض. بالإضافة للعلوم الدينية كان الشافعي أيضا فصيح شاعر وراميا ماهرا ورحالا مسافرا، يبقى كان بيحب السفر والترحال، وكان شاطر جدا في الرماية، وكان شاطر جدا في الشعر. اشتغل قاضي فعرف بالعدل والذكاء. يبقى احنا النهارده دلوقتي خلاص عرفنا قائل النص الامام الشافعي او عبد الله محمد بن ادريس الشافعي، وعنوان النص هو دع الايام تفعل ما تشاء. نقرا النص قراءه جيده، يلا بينا. دع الايام تفعل ما تشاء، دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. شعرنا النهاردة جميل جدا وهنحبه أكتر وأكتر لما نسمع الشرح حبايبي. أول بيت عندي النهاردة بيقول دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، يعني إيه؟ بينصح الشاعر يا أولاد الإنسان أن يترك الأيام وما تفعله، وأن يرضى بقضاء الله بنفس مطمئنة، لأن كل شيء بقدر الله. يبقى الله عز وجل هو اللي مقدر كل شيء في حياتنا، فلازم نرضى بكل حاجة بتحصل لنا في حياتنا لأن ربنا اللي كتبها. يعني دايما لما بيحصل حاجة وحشة الإنسان يقول الحمد لله أنا راضي بقضاء الله، لأن ربنا هو اللي عايز الشيء ده، لأن عمره ما كان هيحصل لو ما كانش ربنا هو اللي كتبه. ولا تجزع لحادثة الليالي. ولا تجزع يعني ايه يا ولاد؟ يعني ما تفقدش صبرك لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، يعني عليك انك تتحمل مصاعب الحياة وتصبر عليها، فهي لا تدوم ابدا وسيأتي الوقت الذي تزول فيه. يبقى ما تفقدش الصبر، واعرف ان ما ينفعش ان انت تيأس مهما كان الحاجات الوحشة اللي في حياتنا، هيجي عليها وقت وهتخلص وهتتبدل بحاجات جميلة وسعيدة. وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، يعني يا أيها الإنسان تحمل وكن قوي وشجاع في مواجهة المخاوف، وعليك التحلي بالكرم ولين المعاملة والإخلاص. تاني يا ولاد بيقول يا أيها الإنسان
تحمل، كن قوي، كن شجاع في أي مشكلة بتواجهك في الحياة، تحلى دايما بالكرم، دايما عامل الناس بالسماحة والوفاء والإخلاص. تمام؟ طيب، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. يعني ايه الكلام ده؟ لا يخلو الانسان يا ولاد من العيوب، لازم كل انسان فينا له عيوب، فمن يسعد ان تغطي عيوبه فالجود والكرم في معاملته للناس افضل غطاء لها. يعني خليك دايما كريم وسخي مع الناس، معاملتك حلوة، لسانك كويس مع الناس، كل العيوب اللي فيك الناس مش هتشوفها، الكرم والسخاء اللي انت هتقدمهم للناس والكلمة الطيبة اللي انت هتقدمها هتغطي على عيوبك. ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. لا تطلب الكرم ولين المعاملة من شخص بخيل، مش هيديك شيء بسبب طبعه، كما أن النار لا يمكن للإنسان العطشان أن يطلب منها الماء. ما ينفعش ان احنا نروح نطلب الميه من النار يا ولاد، مش كده ولا ايه؟ برضو البخيل مش هيديك حاجه، فما تطلبش من البخيل اي شيء، انت مش هتسبب غير الاحراج لنفسك. تمام؟ اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. يعني لو انت رضيت يا ولاد واقتنعت باللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لك وقلت الحمد لله على كل عطايا الله عز وجل، يبقى انت ملكت الدنيا كلها. ليه يا ولاد؟ انت خلاص استغنيت عن كل شيء برضاك، ايه؟ بكل ما كتب الله ايه لك. تمام كده؟ التشبيه يا ولاد هو تصوير شيء بشيء اخر، اصور حاجة بحاجة، لان في بينهم تشابه في امر او اكتر، وعشان كده بسمي الحاجة المتشابهة بينهم دي اسمها وجه الشبه. اما القافية هي توافق الايقاع الصوتي في نهاية الابيات، تطرب الاذن وتجذب انتباه السامع. يعني الاقي كل الكلمات اخرها ياء او كل الكلمات اخرها مد بالالف، فبتدي زي طرب موسيقى كده في الايه؟ في الاذن. يلا نشوف مواطن الجمال اللي عندنا في هذا النص. دع الايام تفعل ما تشاء، ده تعبير مجازي بيصور الايام اكنها شخص بيعمل اللي هو عايزه. طب نفسا تعبير يوحي بالراحة والطمأنينة. ولا تجزع لحادثة الليالي، لا تجزع ده أسلوب نهي للنصح والإرشاد. فما لحوادث الدنيا بقاء، أسلوب نفي غرض التأكيد على زوال المصائب والشدائد مهما طال زمنها. فما لحوادث الدنيا بقاء، أسلوب نفي، إيه غرضه هنا؟ التأكيد على مهما كانت المصائب والشدائد فهتزول مهما طال بها الإيه؟ الزمن. كن رجلا على الأهوال، كن اسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. تستر بالسخاء تعبير مجازي يصور السخاء بغطاء يحمل إيه؟ الإنسان. تستر ها ويغطي الإنسان، الاثنين يا ولاد تستر ويغطي بينهم ترادف، يعني الاثنين لهم نفس المعنى بإفادة الإيه؟ التوكيد. ولا ترجو السماحة، لا ترجو السماحة اسلوب نهي للنصح والإرشاد. السماحة وبخيل الاتنين عكس بعض بينهم تضاد، يبرز المعنى ويقويه. فما في النار للظمآن ماء، تعبير مجازي يشبه من يطلب من البخيل شيء بعطشان بيطلب من النار ماء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، تعبير يدل على أهمية القناعة بالإيه؟ بالرزق. يلا بينا بقى نشوف مفردات النص بتاع النهاردة. المعاني: دع، اترك، تجزع، تفقر الصبر، الأهوال، الأمور المفزعة، السماحة، الكرم ولين المعاملة، سرك، السعادة، كام، الظمآن، العطشان، طب نفسا، ارضى وتقبل، حادثة، مصيبة أو كارثة، جلدا، شديدا، قويا، متحملا، الوفاء، الإخلاص، السخاء، الكرم والجود، قنوع، كثير الرضا بما يعطى، القضاء، حكم الله وقدره، بقاء، داوم واستمرار، دوام واستمرار، شيمتك، خلقك، البرايا، الخلق، ها،
ترجو تأمل وتطلب سواء متساو. الكلمة والمضاد: تجزع تصبر، بقاء زوال، الوفاء الغدر، سرق ساءك، بخيل كريم أو جواد، حادثة رخاء أو مسرة، جلدا جزعا ضعيفا. كثرت قلت، السخاء البخل أو الشح، الظمآن الريان، الدنيا الآخرة، السماحة البخل أو الشدة. عيوب مزايا أو فضائل: يغطي يكشفه، قنوع طماع أو ساخط. بعد كده نقول المفرد والجمع: نفس أنفس أو نفوس، الدنيا الدنا، شيمة شيم، النار النيران، ذاب ذوي. القضاء الأقضية: رجلا رجالا، غطاء أغطية، ظمآن ظماء، قلب قلوب. جلد أجلاد أو جلاد، بخيل بخلاء، ماء مياه أو أمواه، مالك ملاك، سواء أسواء. الجمع والمفرد حبايبي: الأيام مفردها اليوم، الأهوال الهول، الليالي الليلة، عيوب عيب، حوادث حادثة، البرايا البرية. بكده نبقى خلصنا درس النهاردة، يا رب يكون سهل وبسيط. لو في أي حاجة قولولي في الكومنتات. كانت معكم نرمين النجار من قناة بديل الدرس.